ماذا يقول الشيخ في التحذير من العلماء في هذه الآونة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أما التحذير من العلماء فلا يصدر إلا من جاهل، لأن الأصل أن الناس أن عامة المسلمين يلتفون حول العلماء ويستفيدون منهم ويهتدون بهديهم في تفسير القرآن والسنة وفي بيان الأحكام المفروضة والواجبة. وأذكر كلمة للشيخ رحمة الله عليه إمام أهل السنة الشيخ الألباني، قرأتها اليوم، يقول: نحن ما أمرنا بتكفير الناس وتضليلهم، لكن أمرنا بدعوتهم وهدايتهم. فإذا كان المسلم صاحب العلم الذي له نصيب ولو كان متواضعا من العلم، عليه أن يهتم بالدعوة والبيان والحكمة والموعظة الحسنة. فطلبة العلم والشباب الذين ما زالوا في دور النشأة وفي دور البداية، هم لا يجوز لهم بحال أن يحذروا من العلماء. ومن واقع هذه الحملة التي بدأت في التسعينات القرن الماضي وما زالت حتى يومنا هذا، فهي حملة على الحقيقة غالية بعيدة عن منهج الاعتدال، تخالف منهج أئمة السنة في عصرنا أمثال الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم من أئمة السنة الكثيرون الذين ما زالوا على قيد الحياة. فلا يعلم هذا إلا عن أهل الغلو. وبداية المسألة هذه بدأت من عندي رجل عالم له علم بالحديث، لكن أقولها بصراحة وليرويها عني من يرويها، ليس له علم بالجرح ولا بالتعديل، خاض في شيء لا يعرفه وغلبت عليه العاطفة وسوده أتباعه، جعلوه سيدا واتبعوه فأخطأوا في ذلك. أقول: فأفسدوا كثيرا من السنة، وأفسدوا كثيرا من الأخوة، وأفسدوا كثيرا من حلقات العلم. أقول: الواجب على المسلم اليوم إن كان عالما أن يهتم بالتناصح وبيان الحق وتصحيح الخطأ ويرد على الخطأ. أهل السنة يخطئ بعضهم بعضا، يرد بعضهم على بعض، لكن لا يبدع بعضهم بعضا، لا يضلل بعضهم بعضا. ما زال الصحابة والتابعون ومن بعدهم يرد زيد على عمرو ويخطئ فلان فلانا، لكن ليس من شأنهم ولا من طبعهم ولا من منهجهم التبديع والتضليل والتفسيق. وخاصة أن هذه الحملة تدور ضمن المنتسبين إلى السنة، ليس فيها كلام حول الشيعة ولا حول الخوارج ولا حول العلمانيين، إنما تدور حول دعاة السنة. وهذا أمر عجيب، يشبه إلى حد ما قول النبي عليه السلام في الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وأقول: هؤلاء يتركون أهل البدع والأهواء ويبدعون أهل السنة. وهذا واقع، من أراد الدليل عليه فدليله انظر إليهم لما بدأت هذه الفتنة، كم كان عددهم حول الشيخ الرئيس الذي ترأس هذه الفتنة؟ كانوا كثيرين. اليوم أين هم منهم؟ اليوم كلهم ضد هذا الشيخ. إذن هذا الطريق الذي ساروا فيه، هل جمعهم أم فرقهم؟ قد فرقهم. والسنة لا تفرق، السنة تصحح وتصوب ولكن لا تفرق. ولهذا قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل الرحمة خارجون عن الاختلاف المذموم، والاختلاف المذموم هو ما كان فيه التبديع والتضليل والتفسيق. وأهل الاختلاف المذموم خارجون عن الرحمة. لهذا أنا أقول: أنصح لكل أخ، سواء من هؤلاء الأخوة أو من يسمع كلامهم أو من يعرف عنهم، أن يتقوا الله عز وجل. حسبنا ما أفسدنا من أخوة المسلمين، حسبنا ما أفسدنا من لحمة أهل السنة. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو،
الذي فعله هؤلاء الإخوة في أهل السنة والله ما فعله الإخوان ولا فعله أحد غيرهم، لأنهم ما ظنت أنهم على السنة وأنهم أتباع السنة. أقول هذا من الغلو، وهذا يحتاج أصحابه إلى مراجعة أنفسهم والعودة إلى منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهج التابعين ومنهج أهل السنة المعاصرين كالأئمة الثلاثة ومن سار على طريقهم، والله تعالى هو الهادي والموفق.